صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير لك وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب هاليوم يكون مثل كل الايام الحلوه اللي بنتمنى انه هي تمر علينا وتكون بدايه هالنهار مختلفه. خلص المنخفض يلي مر علينا والحمد لله باقل الخسائر مثل ما بيقولوا. ان شاء الله هيك يبلش موسم هالربيع ويبلش هالصيف بقى وتفوت هيك الشمس لقلوبنا وتحيي حياتنا. صباحكم حلو وان شاء الله هيك نقدر خلال هاي الفتره الصباحيه نعطيكم شويه معلومات مع ضيوفنا الاختصاصيين. انا وعفاف. يسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحك يا سلمى وصباح الخير لجميع المشاهدين من وين ما كنتوا عم تتابعونا. دائما بصباحاتنا بنعزز وبنأكد على وجود الطاقه الايجابيه، ويمكن نكون عم نحكي مجرد حكي ولكن مجرد انه نذكر الطاقه الايجابيه خلال ايامنا قديش مهمه بحياتنا، قديش بتساعد لحتى نحن نتوقع كل شيء خير وكل شيء حلو واكيد كل متوقع اتنا. لهيك خلينا على طول شو ما صار معنا وشو ما كانت الظروف نظل بهي الطاقة ومحافظين عليها بالنهاية كرمالنا وكرمال صحتنا الجسدية والنفسية، لأنه ما حدا غيرنا رح يتوجع أو رح ينأذى أو رح يتحمل هي المسؤولية، لأنه بالتالي رح يصير في أضرار كتير من خلال حياتنا الشخصية والمهنية إن كنا على طول بطاقة سلبية. أكيد مرافقينكم بمحطاتنا الصباحية ومختلفة ومتنوعة بجميع المجالات، ولكن رح نروح لفاصل صغير ونرجع. اليوم 2 أيار، بمثل هالتاريخ تسجلت كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1876 إنشاء صندوق الدين في مصر. بعام 1951 تأميم النفط في إيران. بعام 1952 انطلاق الطائرة كوميت واحد وهي أول طائرة نفاثة في التاريخ. بتاريخ 2 أيار شهد ولادة عدد من الشخصيات. بعام 1933 الفنان السوري صباح فخري، كما شهد التاريخ على وفاة عدد من الشخصيات. بعام 1519 الرسام الإيطالي ليناردو دافنشي. هل تعلم بأنه خوف وهلع الأنثى من الحشرات لا يكون سلوك مصطنع، بل هو في الحقيقة خوف فطري مزروع في جيناتها من الولادة؟ فعلمياً للنساء بتخاف من الحشرات استناداً إلى البرمجة العصبية في أجسامهم، وهذا الخوف خارج عن سيطرتهم. وهل تعلم بأنه الأشخاص يلي بيتأخروا على مواعيدهم باستمرار يفترض بأنهم أكثر إبداع بحياتهم، وبيتميزوا بالهدوء والابتكار وقلة العقد النفسية؟ وهل تعلم بأنه في دراسة جديدة وغريبة من نوعها لجامعة هارفارد البريطانية تم اكتشاف أنه الأشخاص يلي بيرتدوا جوارب عجيبة وغير عادية بيكونوا أكثر إبهار ونجاح بالحياة؟ واكتشف الباحثون بأنه العباقرة والناجحين لا يهتمون بجواربهم وقد يرتدون بألوان غريبة وممزقة أحياناً. أخيراً هل تعلم بأنه وبمجرد تولد بنت بالأسرة فهذا الشيء بخفف الضغط والتوتر النفسي ضمن الأسرة بأكملها، وبيزيد من حظوظ أفراد الأسرة ليعيشوا بعيد عن المشاكل والاضطرابات؟ وبتشير الإحصائيات بأنه الأسرة يلي بتولد فيها بنت واحدة على الأقل تحظى بمعدلات استقرار أفضل من نظيراتها. أما هلأ رح نروح لمحطتنا التالية، ومع بداية طبعا فصل الصيف بتكتر الخضار الورقية اللي إلها فوائد كتير، وطبعا كلياتنا بنحب صحن السلطة وصحن التبولة وكتير من المواد المهمة للجسم. رح نحكي اليوم عن الخس وفوائده بالتقرير التالي. يعتبره الصينيون جالبا للحظ، وكان رمزا لتبجيل الملوك الرومانيين وأحد أشهر الخضروات الورقية من حيث الأكل والزراعة والفائدة الصحية. إنه الخس الذي يتميز بكونه مصدر عالي للعديد من الفيتامينز والمعادن ومضادات الأكسدة، ولعل أشهرها حمض الفوليك والكالسيوم وفيتامين أي، بالإضافة إلى محتواه العالي بالألياف الغذائية والمياه. ومن فوائد الخس للجسم المساعدة في خسارة الوزن، تعزيز صحة القلب وخفض الكوليسترول،
تعزيز صحة الجهاز الهضمي، المساعدة في علاج اضطرابات النوم والأرق، الحفاظ على بنية الجسم قوية، وهو غذاء صديق لمرضى السكري، كما يعمل على تعزيز المناعة ومكافحة السرطان وتعزيز صحة العظام وتقويتها وتعزيز صحة العين والنظر. أما فوائد الخس للبشرة فهو يساعد على تعزيز صحة الجلد والحماية من التجاعيد، كما يعمل على تجديد الخلايا ويحمي من حب الشباب، كما يعمل على الحماية من أشعة الشمس، وأخيراً إزالة السموم وتحسين النوم. ومكملين صباحنا معكم مشاهدينا، ورح ننتقل معكم لأولى فقراتنا ورح نسلط الضوء فيها على موضوع جدا مهم بخص الأشخاص يلي ما بيقدروا يعملوا كنترول على أعصابهم وردات فعلهم. كتير منختلف نحن بطباعنا كأشخاص عن غيرنا وبصفاتنا، وأكيد التربية لها دور كتير مهم بأسلوبنا وبردات فعلنا. في شخص بيقولوا له سريع الغضب ونيراني ممكن يكون، أو ردات فعله ما أنا محسوبة ما بيقدر يتحكم بردات فعله، وفي شخص كمان عنده قوة صبر وإرادة وعامل كنترول على أعصابه، وبالتالي أكيد ممكن هو اللي يكون بيربح بكل المواقف لأنه بيضبط أعصابه. الكلمة لما بتطلع أبدا ما فينا نرجعها، لهيك بدون ما نعيش بحالة الندم خلينا نضبط أعصابنا ونتعلم كيف يكون عنا اتزان عاطفي ونعزز هذا الشيء فينا لحتى تكون خسائرنا أقل. اليوم رح نتعرف مع الدكتورة النفسية واختصاصية النفسية هبة موسى عن كثير من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباحك صباح مشاهدينا الأعزاء. فعلا مثل ما قلتي الاتزان العاطفي هو خليني أقول مفتاح الحياة رغم الضغوطات. أيام بيزبط معنا أيام ما بيزبط، نحن إنسان وردات أفعالنا الشخص الواحد الموقف إذا رجع يتكرر معه مثلا اليوم أو مبارح أو يعني عدة أشكال ممكن ما تكون ردات فعله هي نفسها، ممكن ما تكون طولة باله هي نفسها، ممكن يكون شوي عصبي. يعني بيقولوا له بتجيني حالات أنا بتجيني مثلا لما بيجي أنا معصب، بس تاني يوم رجع تكرر طولت بالي، صار عندي خبرة أني أقدر طول بالي. وغير هيك وهيك ممكن ضغوطات الحياة الأنثى ردات أفعالها غير ردات أفعال الذكر، عندك المراهقين غير ردات أفعال الكبار، وحتى الإخوات في إخوات بالعيلة الوحدة ممكن موقع الأخت الكبيرة مثلا غير موقع الوسطى غير موقع الصغيرة كمان بيلعب دور، لأنه مثل ما قلتي أسلوب التربية له دور بهذا الموضوع. التوازن العاطفي هو من السمات الخمسة لأنماط الشخصية من الأساسيات، لأنه مثل ما قلتي الكنترول الأساس، أيام بيزبط أيام لا، ما تخلينا نكون بتحدي إنه لا لازم يزبط وليش ما زبط، أو نأنب نفسنا أنه ما زبط. خلينا نكون بالطبيعة الإنسانية بالحد الأدنى اللي أعطينا توازن اجتماعي، ومن التوازن الاجتماعي ننتقل على عاطفي لأنه مرتبط بالذكاء العاطفي. طيب يسعد صباحك عن جديد هبة، خلينا نبلش شوي هيك نحكي اليوم. التوازن العاطفي هو شيء كتير مهم بحياتنا لحتى نقدر مثل ما بيقولوا نعيش ضمن هذا المجتمع المتناقض. اصلا ايمت بنقول عن شخص انه هو ما انه متوازن عاطفيا، او ردود فعله خرجت عن الحد المقبول للمحيط اللي حواليه؟ هلا التوازن العاطفي مرتبط ارتباط نتائج الذكاء العاطفي. خليني اقول ايمتى بنقول انه هو غير متوازن عاطفيا، بيكون في عنده ضغوطات، بيكون في عنده ظواهر الى حد ما، عنده قلق، عنده غضب، سرعه غضب بهذا الموضوع، غير هيك وهيك عنده عدم راحه اجتماعيه، يعني هو ماله بالمجتمع اللي مرتاح فيه، يعني هو ماله بالمجتمع اللي له بصمه. لان التوازن العاطفي فيك تقولي هو ناتج عن ضغوطات بيطلع بردات الأفعال وبيطلع عنا، ومنلاقي المشاعر السلبية موجودة. يعني أنت على مستوى مثلا ممكن تشوفي شخص مشاعره السلبية دائما موجودة، ففيك تقولي أنه ذكاءه العاطفي قليل وبالتبعية ما عنده توازن عاطفي. وغير هيك وهيك التوازن العاطفي ممكن مع الأيام ممكن يصير عنا خبرة فيه، وممكن مع الايام تصير الواحد بيوصل لمرحله انه انا ما كم مره فقنا من اليوم او من نهار الصبح انه انا ما لي حيل احكي كلمه، ما لي حيل اعطي ولا رده فعل.
فهي خلينا نعمل مثل ريستارت. كيف نعمل ريستارت للأجهزة؟ هي الريستارت لحتى تخبرنا، ترجعنا للتوازن العاطفي. نحن حاملين ضغوطات من كل الأسبوع، من كل العطلة، ضغوطات اجتماعية، اقتصادية، زحمة سير، هدول القصص بتطلع لنا بعدم التوازن العاطفي، وبتطلع لنا غير هيك وهيك أحيانا ممكن حديث، ممكن كلمات معينة، تسمعي كلمات معينة بمجتمع معين، كلمات سلبية، فبتنتقل لعندك، تعطي انعكاس مشاعر سلبية بتوصل إلى نتيجة عدم الاتزان العاطفي. طيب اليوم نحن من خلال ظروف بالحياة، وأكيد في كتير مواقف ممكن تصير معنا، وممكن أشخاص كتير يكونوا موجودين بحياتنا يستفزونا لحتى نحن نعصب أو حتى نكسر هاي العلاقة ونخسرها. طيب اليوم بظل هاي الظروف، يعني الواحد الحكي سهل، بنحكي إنه نضبط أعصابنا، خلينا نتحكم، خلينا رايقين، ممكن يكون الحكي شوي سهل، ولكن التصرف على أرض الواقع إنه أنا صار معي موقف وصار عندي ردة فعل سلبية أو عصبت فوراً منه، فوراً بينحكم عليه إنه أنا شخص انفعالي وسريع الغضب، ولا كيف ممكن يتصرف هو الشخص لحتى خلص تطلق عليها الصفة وتروح معه؟ هلأ هي فوراً وبينحكم عليه تماماً مثل ما قلتي، يعني الحياة ما فيك تقولي فوراً، ما ممكن هو مثلاً بلحظة ما يكون مانه متحمل ويجي يفجر غضبه بموقف؟ بيفجر غضبه لأنه في تراكمات، لأنه ما عمل تنفيس انفعالي خارجي. وغير هيك وهيك مثل ما قلتي، في ناس قابلة لأنه أنا تستفزني، أنا توصلني لمرحلة الانفجار. بدنا ننتبه على شغلة، هدول الناس بالمحيط، بدنا نميز بين المحيط الاجتماعي، يعني الأصدقاء، المحيط القريب، المحيط العملي، الشغل، بدنا نميز المحيط الداخلي الشخصي، بين مثلا خطيبين، أحيانا خطيبين ممكن يكونوا باسم المزح بيقول لها عم بمزح معك، ليش عصبتي؟ فهي عم بمزح معك، انت محافظة على هي العلاقة الشخصية، فبدك تاخدي شوي الاحتمال انك تطولي بالك. مثل ما قلتي، الحكي سهل والتطبيق صعب، بس انت لما بتقتنعي انه توازنك العاطفي لو بالحد الأدنى هو خليني اقول بيريحك اولا، وبيريح المحيط، وبيخليك منتجة، فبصير عندك تحدي شوي شوي انك تغيري، شوي شوي انك تشتري راحتك. يعني الكلمة، المصطلح اليومي اللي بنقوله انه انا شاري راسي او شاري راحتي، فهي شاري راسي شاري راحتي هي مفتاح من مفاتيح التوازن العاطفي. طيب ايمت فينا نقول نحن بنقدر نواجه المشاكل اللي بتصير معنا ونحقق هذا التوازن، ما نهرب، يعني كمان ما نضلنا عم نهرب من كل القصص، لنوصل لدرجة ما نقدرانين نحل أي مشكلة أو نواجه أي مشكلة بنمر فيها؟ وإيمت بنقول لا، في بمطرح معين التجاهل هون ممتاز، أنا أتجاهل هذا، أني رد فعل قاسي أو أني رد فعل ممكن يزعجني أكثر من ما يزعج اللي قدامي؟ تمام. هلا ردة الفعل انت عم تقولي القاسية، هلا ممكن تكون ردة فعلك بعدم الجواب، هي ردة فعل، هي بتعالج هذا الموضوع، مو ضروري تكون ردة فعلك انك انه انفجارية او شيء بهذا الموضوع. غير هيك وهيك، انت قلتي لي انه ايمت فينا نحط الموضوع مفصلي يكون عنا ردة فعل، لما يكون موضوع مفصلي، لما يكون مثلا موضوع ممكن يخسرني شغلي، ممكن يخسرني علاقة شخصية أنا فيها، أو ممكن يخسرني علاقة، خليني أقول راحتي النفسية أولا، مثل ما قلت راحتي النفسية، شغلي، علاقة شخصية شارية. يعني على مستوى مثلا شاب وصبية عم يتعرفوا مع بعض، شاب وصبية طباع مختلفة، الطباع المختلفة بدك تتوقع ردات أفعال مختلفة، بدك تتوقع، بس الشاب والصبية خلينا نقول شعلت شرارة الحب بيناتهم، بتلاقي الصبية هي أحرص على هذا الموضوع، إنه شوي تكون مثل احتواء، حالة من حالات الاحتواء، أحياناً بينفجر، بس لما بتحتوي الشخص اللي قدامك أنت كأنك تحكمتي إلى حد ما فيه، لما عملتي ردة الفعل، ممكن عدم الكلام أو الكلام أو احتويتي بأي شكل من الأشكال، أنت سقتي لعندك. وغير هيك وهيك، من انتبه لشغلة إنه أنا انفجرت وأنا حكيت كلام وأنا أثرت، ممكن أكون ضاغطة ومعصبة ولازم أحكي ولازم أعبر وكثير ومع صوت عالي، بنوقف للحظة أنا شو عملت، بتصير في حالة ندم. لو منفكر إنه إيه منعصب، بس منمرن حالنا شوي صغيرة إنه تكون الكلمة 7 ثواني، الدماغ لما بتطلع الكلمة بدها 7 ثواني لتفتل لتطلع على اللسان،
هي السبع ثواني هي بتخلينا نتحكم الى حد ما بردات افعالنا. شو هي السبع ثواني؟ هي شهيق زفير فقط لا غير، يعني خدي نفس. ايوه هي دي، خدي نفس. ايه فلما بنتحكم بهاي السبع ثواني اشترينا راحتنا، ما بتطلع صعبه ومو دائما، واسلوب الحياه السريع مو دائما بتطلع. يعني انا ما بدي اكون هذا، انا نفسي اللي عم اقول عليها وبدرب ناس عليها وبيجيني مرضى عليها، ايام بالضغوطات شوي معي بتفلت، بس لما بتفلت باخذ زاويه لارجع اقلع من اول وجديد. نحن انسان، نحن مالنا آلات. يعني لما بنكون آلات بنكون اوردر، بندخل الاوردر انه بيطلع، لا انسان بس بالميران شوي بالطابع الموجود. هلا بينما تفوتي انت على الشغل مثلا يكون عندك زميل بالعمل عصبي يبعده عنه، بينما تفوتي على الشغل وانت مبسوطه، فهي شايفه هذا الموضوع يعني بيأثر على صيته، بيأثر عليكي، بيأثر على الشغل. طيب اليوم كثير مثلا نشوف اشخاص متعلقين بشخص ما، ان كانوا هنن بعلاقه او خاطبين او متزوجين، علاقه عاطفيه، بيربطوا حياتهم وحالتهم النفسيه كلها ان كانت ايجابيه ولا سلبيه بوجود هذا الشخص، وردات فعله كمان المحيطين فيه ممكن انهم تطلع الدقه براسهم مثل ما بيقولوا، وهذا الشخص خلاص ما دخله بشيء، هو زعجني فانا بروح بتفشش بالمحيط الموجود فيني، هو زعجني، انا حياتي المهنيه التغيت، ما بقى قدراني اركز باي شيء ثاني غير بهذا الشخص. هون كيف نحن ممكن نخلق اتزان عاطفي ونفكر انه نفصل بين هون وهون وهون؟ كثير بتصير هذا الموضوع. ممكن كيف نخلق اتزان عاطفي؟ بيخلق من ذاتنا، لانه لما بيكون تدني مستوى الذات، لما بكون انه انا منتظره التحفيز الخارجي ما له تحفيزي داخلي لهذا الموضوع. غير هيك وهيك احيانا بيكون مثلا شاب وصبيه عم يتعرفوا، والتعلق بيكون فراغ، بيكون شكل من اشكال الفراغ، انه هي ما عندها شيء بالحياه غير انها تعرفت او خطبت، فلازم تكون من الى. بس على فكره هي من قمه الاغلاط بهذا الموضوع، لانه رده فعل الشخص، انا لما بكون متعلق او مثلا خليني اقول لك علاقه عاطفيه، خطبه، زواج، اي حدا، حتى زواج وزواج قديم اذا بدك بالسنوات، طبعا الرجال صياد، يعني بياخذ لقدام، يعني بيصيد، بس انت لما بدك تسيطري عليه وتكبتي بهذا الموضوع، انت كانك عم تنفري، كانك انت عم تهدمي العلاقه. انا عم اقول لك عن موضوع العاطفي. نفس الشيء انت بدك تسيطري، مو دائما تقدري تسيطري، مو دائما تقولي انا وقفت حياتي بناء عليه او اتفشر. بتصير بتصير، بس بتصير ممكن للمراهقين، ممكن بتصير للي باول عمرهم، للي ما عندهم شغل شغلتهم هذا الشخص. خلينا نقول انه نجنب حالنا، وغير هيك وهيك لما منجنب حالنا احنا بنشتري انه بنشتري علاقه مريحه، بنشتري شد وجذب، لانه اي علاقه هي مثل المطاطه. شايفه كيف لما منشد نحن بنقول لا حياتي متعلقه فيه، كانك انت عم تقولي له للشخص اتركني، انه انا شو ما عندي حدا غيرك. فلا، خلينا حاله التوازن العاطفي هي الحفاظ على المسافه المطاطه، هي المريحة لنا وللآخر. أكيد. طيب خلينا نأخذ نقطة مهمة كمان. اليوم الحياة الأسرة، إذا فينا نقول مو بس الأب والأم، في الأطفال، التوازن العاطفي للأب والأم بيأثر على 100%. مستقبل الأطفال 100%. كتير أوقات بنشوف أي مشكلة بيردوها للطفولة، صار معه هيك لأنه عانى من هيك. قديه صعب ومهم يكون في اتزان عاطفي بالعلاقة بين الأب والأم قدام الأطفال، لحتى ما يطلع عندهم كثير من الاضطرابات السلوكيه اللي بنشوفها حاليا بالمجتمع. كثير كثير اضطرابات سلوكيه ما بتتخيليها، وللاسف كل ما عم تتعقد هلا بالوقت الحالي، كل ما عم تصير معقده مع تعقيد الحياه بحد ذاتها تماما بهذا الموضوع. كيف فينا نكون هي الخمس سنوات الاولى، انا لما بكون ام واب عندي اطفال، الخمس سنوات الاولى مثل اساس البنايه. كيف اساس البنايه؟ اذا ما كان اساس البنايه صح فبتصير تظهر المشاكل لاحقا. كيف فينا نحن لما بنعرف انه مسؤولية ام واب، لما بنعرف انه نحن قدوة لهدول الاطفال، قدوة بالتعاطي. يعني في ايام بيقولوا لك شيء مثل موقف فكاهي، لما بيكون الاب مثلا بيجي تليفون بيقول لابنه قول اني مالي موجود، فالولد شو بيقول؟ بابا بيقول لك مالي موجود. شايفه هي مبدا بيتاخذ على الاتزان العاطفي، لما بده يحكي قول
انا شفته لبابا معصب فلازم انا اعصب. ببلش يعلمه الكذب وصفات كثير من دون ما يحس. انا شفته مثلا في شد ورخي بيني وبينه وبين ماما. عادي اذا عيطت على ماما بتصير كسر حواجز. بس نحن عندنا مسؤوليه جيل ناشئ. لما بنعرف انه عندنا مسؤوليه جيل ناشئ، انا معصبه، انا وزوجي معصبين او باي مكان يكون، ما في داعي اني اعصب قدام الاطفال. بعصب بالغرفه، بعصب بعيدا عن العالم. كيف نحن بنسعى لمظهر خارجي مميز لنا؟ خلينا نسعى لمظهر خارجي مميز للاطفال لانه نخاف على مستقبله. دائما يمكن هي العصبيه من قبل الاهل هي كمان تعلم الاطفال العصبيه بنفس الوقت، يعني يوعوا بجو كله مشحون بالتوتر والعصبيه وممكن التعنيف اللفظي يؤدي، لانه الواحد لما بيعصب ما بيعرف حاله شو بيحكي، فبالتالي الاولاد بيربوا على هذا الشيء وبصيروا هيك. خلينا هيك نروح لمنحة ايجابي شوي ونحكي عن السلوكيات الحلوه بالبيت مثلا، او نحن كاشخاص كبار كيف ممكن اذا عندنا نحن اتزان عاطفي ياثر على حياتنا وردود افعالنا بشكل حلو. يعني شو هي النتائج الحلوه يلي نحن رح نحصل عليها؟ هلا الاتزان العاطفي الى حد ما فيك تقولي حاله توازن حياه. شو من الحياه او ردود الافعال اللي ممكن نحكيها؟ حاله الامن، الامن، السلام، مع حاله يكون انه يا انا يا انت، يا انا الغالب او انا المغلوب. فلما بنعطي هذا الموضوع الايجابيه، بنعطي انه نحن خارجين ناخذ الاحتمال الايجابي لحديثك او لحديث الاخر او للهي، قبل ما ناخذ الاحتمال السلبي نعبر عن عواطفنا. نحن ثلاث ارباع مشاكلنا انه الاتزان العاطفي انه ما بنعرف نعبر عن عواطفنا. انه مثلا انا اذا كنت مثلا حزين ما لازم اكون حزين بيقولوا عني نكد. تمام. لا، اذا بدي ابكي بدي ابكي، انا فرحان. طب هاي المشاعر نحن وين بدنا نعيشها؟ عصبنا، حزننا، نحن كيف بدنا نفرغ هي الشحنه؟ نعبر عنهم، نضل على طول رايقين ومبتسمين؟ لا، هلا مو موضوع رايقين ومبتسمين، انا بدي ابكي ما عندي مشكله. نحن للاسف المصطلحات الاجتماعيه عندنا مثلا رجال لا تبكي بصير انه مظهرك، لا ليه لازم يبكي؟ انا مبسوطه ليش ما اضحك؟ انا اتصوري في عندي حالات مثلا تعارف بين شاب وصبيه او عاطفيه، نحن اخذين المبدا انه لا تعبري له عن حبك. لا، انا ما عندي مشكله، انا بقول له عبري له عن حبك، اذا هو قدر حبك فهو كثير مميز وهو كثير محظوظ. خليني اقول اذا هو ما قدر، انت احترمتي مشاعرك، عبرتي. فهيك شوي نخفف الاحمال من على اكتافنا، لانه احمال الدنيا واحمال الحياه هي احمال بكفي اللي فينا مكفينا مثل ما بيقولوا. يعني دردشه حلوه وبسيطه معك، وان شاء الله الكل يكون استفاد منها. شكرا لك هبه. شكرا لك، تسلمي. شكرا لك هبه، اهلا وسهلا فيك. وصلنا لمحطتنا النفسيه كمان سلمى. اليوم رح نحكي عن الطفل العنيد، يعني هذا الطفل يلي كتير بيصعب التعامل معه وخصوصا من قبل الأهل، ممكن بالمدرسة أو بعض الأشخاص يأثروا عليه إيجابيا، ولكن الأهل بيرفضوا أنه يتعاملوا مع هذا الشخص العنيد بحكمة. ممكن يستخدموا معه أوقات العنف وتكون طريقة كتير خاطئة أوقات. يا سلمى، أكيد يا عفاف، دائما بنقول عن العناد إنه هو من أصعب الصفات اللي بيتعامل فيها الأهل مع الأطفال، وخصوصا إنه العناد بيبرز من عمر صغير عند الطفل. وبيقولوا إذا عرفوا الأهل يتعاملوا بطريقة حكيمة مع طفلهم فهنن بالتالي رح يأسسوا لا شخصية مفيدة لنفسه ولا المجتمع. وإذا تعاملوا مع هاي الصفات من عمر صغير بطريقة سلبية فأكيد رح يشوفوا الوجه السلبي بينعكس على تصرفات الطفل. شو هو العناد؟ ليش بيظهر عند الأطفال؟ كيفية التعامل معه؟ وكثير من الأسئلة بتخطر ببال الأهل. اليوم طبعا رح يجاوبنا عليها ضيفنا بالاستوديو الأستاذ محمود الخالد، وهو متخصصي بالإرشاد التربوي وأيضا التخصص النفسي عند الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير أستاذ محمود. خلينا هيك بالبداية نتعرف أكثر على الطفل العنيد، لأنه كثير منشوف أطفال بيرفضوا أنهم يسمعوا كلمة أهلهم وبيكونوا جدا عنيدين تجاه أي أمر أو حتى طلب بيتوجه لهم. هلأ الطفل العنيد يعني خلينا نسميها بالتعريف، هو طفل ممكن يكون تعرض لموقف من المواقف إن كانت من الأهل أو من الأقران هي خلته يتسبب بحالة من هاي العند
أو الغضب، الغضب اللي أدى لهذا العند. بالنسبة لموضوع تصرف الطفل أو عناد الطفل على أي موقف أو على أي شيء هو بيرغب فيه، أولاً العناد من أيمتى بيبدأ؟ بيبدأ من عمر السنتين لعمر السنتين ونص. كويس؟ ولكن هذا بيتبنى من مواقف الأهل. اليوم لما الطفل بيرغب بأي شغل، الطفل بطبيعته بيحب يتملك. فلما على سبيل المثال بده يتملك هاي الوردة أو هاي الكاسة، الأهل بطبيعة الأحوال من خوفاً عليه أنه يكسر هاي الكاسة أو يؤذي هاي الوردة، فهنا بيمنعوه. من هون بقى يعني بيتولد شعور العند أنه هو عم يرغب بشغلة الأهل عم يمنعوه عنه. هلأ نحن دائماً بننظر لموضوع العند أنه طفلي عنيد، أنا كيف بدي أتصرف معه، كيف بدي أتعامل معه، ومن هون بقى بتبدأ المشكلة بين الأهل وبين الطفل. الطفل اللي هو عم هو اللي بيتوقع إنه أهله هن عم يحرموه من هاي الأشياء اللي هو بيحبها، هن ما عم بيلبوا رغباته، هن ما بيحبوه، والأهل عم ينظروا بإنه أنا ابني ما عم بيرد علي بالكلام، دائما عم بيعاندني ودائما عم يبكي. ممكن إذا حكاهم حدا غريب يسمعوا الكلمة. هلأ هي حالة من يعني هي حالة دائما من نوع العقاب للأهل. يعني هلأ على سبيل المثال بتلاقي الأب والأم هن بيطلبوا من الولد، الولد ما بيرد عليهم، ولكن هو تلقائيا بيرد على سته. تماما. ولكن ليه؟ لأنه هي أصلا اللي بتلبي له كل رغباته. الست أو الجد، بتلاقي معظم الأطفال هن دائما متوجهين لوين؟ للست، للجد، أوقات العم أو العمة أو الخالة أو الخال، لأنه هن ممكن يلبوا له رغباته، اللي بيجيبوا له أغراضه، اللي هن بيلاعبوه، اللي هن ما بيعيطوا عليه، واللي هن ما بيتسببوا له بأي مشكلة يعني. فلذلك وهو بمنظره أنه الأهل أبو الأب والأم هن اللي بينظروا له إنه لا، هن اللي عم يحرموني، هن اللي عم يضغطوني، هن اللي عم يقولوا لي لا، ومن هون بتولد هاي المشكلة يعني. طيب أستاذ محمود، خلينا كمان نحكي شوي اليوم عن الربط بين العنف والعند. يعني دائما ردات الفعل السلبية، يعني بتيجي الأم بتقول أنا بعيط عليه بس ما بيرد علي، يعني كل ما عيطت كل ما صرخت عم حاول أفرض سلطة أكثر، كل ما زاد العناد أكثر. ليش ما بروح لمنحة تجربة انه اوكي هذا الشيء غلط، جربه شوف شو النتيجة؟ هلا مو بكل المواقف تضبط هاي التفاصيل. اول شغلة بدنا نتفق عليها انه نحن الاهل لازم يتعاملوا مع العند هو ما له مشكلة. يعني هي على سبيل المثال انت عم تحكي عن موضوع هو راح يكون امر روتيني من عمر السنتين لعمر السنتين ونص، هيك لتطلع للاربع سنين خمس سنين. هذا السن هو يعني بنسبة 95% من الأطفال لا يعني رح يكون عندها هذا العناد. ولكن فأنت عمليا ما بدك تتعامل معه كمشكلة، بدك تتعامل معه كأمر واقع، وكيف تتعامل يعني كيف تتعامل مع هذا الطفل. اليوم أنك أنت تضرب وتعيط، خلينا نكون متفقين العنف ننساه، هذا الكلام ما هو موجود نهائيا، ولكن أنا عيط وصيح وأحرم، هذا الكلام بكل المواقف أكيد غلط. كيف نحن لازم نتعامل معه؟ لازم نتعامل معه بكثير تفاصيل. اليوم الطفل لما بيعند على شغلة هو بيبكي عليها، بيعيط عليها، بيصرخ بيعيط، ممكن يمسك يخزق ويكسره إلى آخره. هلأ اليوم لازم يكون في طريقة للتعامل مع الطفل العنيد بالعقاب. اليوم أهم شغلة إنه الشغلة الغلط نحن ننساها. يعني عمليا قد ما ضل يبكي عليها، قد ما ضل يبكي أنا بتجاهله كلياً، بتجاهله لأنه هو هذا خطأ، بتجاهله حتى لو شو عمل شو ما كان. هلأ حاول بلش يأذي نفسه، فأنا بدي أعمل عملية إبعاد. أنا اليوم بدي أقول له أنه أنت، أنا بدي بعده عن هذا الموضوع، أو بدي شيء هذا الموضوع من قدامه، أنه أنت هذا الموضوع ما راح تقرب عليه نهائياً. انتهى الكلام، خلاص أنا بدي أتجاهل هذا الموضوع، حتى لو كان لو عم يبكي ويعيط وصيح بدي أتجاهل هذا الكلام كلياً. ولكن مثل ما تفضلت اليوم نحن ممكن نبلش نستعيد عن هذا الموضوع بفقرة الثواب والعقاب. اليوم أنه أنا عم أقول لك أنه هذا الشيء غلط، أنا عم أقول لك أنك أنت لازم تعمل شيء إيجابي مكان هذا الكلام، بس إذا أنت عملت هذا الشيء أنا رح أكافئك. نبلش نحن نزرع براسه مجموعة من الأفكار الصحيحة. يعني اليوم أنا أهم فقرة اني انا اشرح له ليش هذا غلط، ليش انا ما بدي اياك تمسك هاي الورده، ليش انا ما بدي اياك تمسك هاي الكاسه، لانه هاي الكاسه اذا انكسرت تمام راح تجرحك، البلور تبعها راح يجرحك، اذا جرحت انت راح تنأذي. اوكي حبك تفهم كثير منيح، ما حبك تفهم بس انت ما راح تاخذ الكاسه، بس انت ما راح تاخذ الكاسه باختصار. هلا ممكن تجربه ممكن يكون اذاها كثير كبير. يعني اليوم على سبيل المثال لما الطفل بيقرب على الصوبيا هي بتحرق. في بعض الاهالي انا لازم اقول لك يعني انا لازم اوضح له للطفل انه انت اذا قربت عليها راح تحترق. هلا
اني انا اني امنعه لازم اني امنعه. في بعض الاهل بيقول لك ايه خليه يجرب يحترق. هذا الحكي يعني انا ما كثير بايده. ليش؟ لانه هو ممكن يكون فيه اذى اليوم حسب انه شو جرب. في تجربه انه يمد اصبعه، في تجربه انه يحط ايده، عرفتي علي شلون؟ لا انا ما بايد فكره التجربه. لا واذا عنيد كمان ممكن يرجع يحط ايده مره ثانيه من باب العند، عرفتي علي شلون؟ وهو على فكره يعني من باب العناد ممكن هو بيعرف انه هي رح تحرقه، بس مشان يعاقب اهله بروح بيحط ايده على هي على هي. لا لا انت اليوم الاجراء هو حتما هو المنع. حبيت او ما حبيت هو المنع. ولكن برجع بقول لك التجاهل كثير امر كثير ضروري، البكي العياط الصياح خلاص لا يعني لا. ثانيا بقى هلا في عندنا مجموعه حلول ومقترحات لازم تتعامل، يعني لازم يتعامل معها الاهل مع الطفل العنيد. هلا حنشرحها ب بشكل مفصل. ذكرت استاذ انه بصير هو يحارب اهله، بصير عنده ردات فعل شرسه وعدوانيه تجاه اهله. طيب في اطفال بيكون بتبدا عندهم المراهقه بسن مبكر وهن لسه اطفال، بس بتضل هي العلامات بتظهر عليهم بسن مبكر، وبالتالي كمان بيزداد عندهم كل ما تقدموا شوي بالمرحله بيزداد عندهم. فهون بتصير بتلع الحرب بين الاهل والطفل، وبتصير عن جد انهم لا انا بدي اعمل اللي براسي وهو ما راح يعمل اللي براسه، وهو كمان بيكبر راسه اكثر وانا اللي بدي اعمل اللي براسي. هون طريقه التعامل مع هذا الكائن المحير خلينا نقول يلي هو ما انه معروف ان كان طفل ولا عم يدخل بسن المراهقه، كيف ممكن نتعامل مع هي المرحله الصعبه؟ بدنا نكون متفقين ونفرق بين المرحلتين العمريتين. اليوم نحن مرحلة العناد عند الأطفال هي تبدأ من عمر 2.5 لعمر 5 سنوات، أما اللي حضرتك عم تحكي عنه هو بسن المراهقة الذي يبدأ من عمر 13 سنة وحتى عمر 18. هذا نحن بنسميه اسمه تحدي السلطات. هذا الطفل بيكون ببلش بقى بيفوت بعمر المراهقة كويس، وتحدي السلطات المقصود فيهم الأهل، المقصود فيهم أستاذه بالمدرسة، المقصود فيهم أنه أنا موجود، أنا بقول لا أنا بدي خانق. هذا في فرق كتير كبير بين عناد الأطفال وتحدي السلطات اللي هو عند الأطفال المراهقين. هذا موضوع يعني بده يكون له حساسيته الكبيره، لانه هو هلا بلش عم تتكون شخصيته، الامور الجسمانيه والهرمونيه ان كانت عند الذكور ولا الاناث عم تختلف، عم يعني هو صار بمنظوره انه هو صار رجل وهي صارت انثى وصارت لازم تظهر. هون التعامل مع الاطفال بهذا العمر هو تعامل كثير حساس. الحوار مع الاطفال، استماع لمشاكلهم، ابدا ما تهمل ارائهم. اي مشكله عم تصير معهم، اي رده فعل غريبه عم تصير قدامهم انت لازم تاخذها بعين الاعتبار، ما تهملها ابدا. يعني انت اليوم انا شفت بنتي راجعه عم تبكي، شفت ابني راجع صاير معه مشكله، ابدا ما لازم شفته قاعد لحاله. اي تصرف هو رده الفعل الصياح العياط اللي هو محاوله اثبات الوجود، انه انا شخصيه مستقله لي حريتي، ابدا ما لازم الاهل يستثنوا هذا الكلام. لازم الطفل من البدايه يعني يتعود على وجود ثقافة الحوار من الأب والأم، أنه نحن بنسمعك، بنسمع المشاكل، احكي شو مشاكلك وخلينا نفتش على حلول سوا مع بعض. هذا بعمر 13 أو 14 سنة، هذا عمر خطير جدا، لازم يكون التعامل معه كثير بحذر. بعيدا عن الموضوع اللي قلت لك اللي هو الطفل العنيد طريقة التعامل معه مختلفة، هي مختلفة كليا. هذا اللي بدي أسألك عنه أستاذ محمود، قلت أنه في طرق معينة نعم. أو توجيهات فيهم الأهل يستفيدوا منها للتعامل مع الطفل العنيد. خلينا نحكي شوي بعض النصائح، حكينا عن مبدأ الثواب والعقاب والمنع ببعض الأمور طبعا. شو في كمان توجيهات بتحب تفيد فيها المشاهدين؟ بدي نوه لكثير لمجموعة من التفاصيل لازم الأهل يتبعوها لا 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 يعني محاولة التأقلم مع عناد الطفل. يعني خلينا نقول مبدئيا ثقافة الحوار. اليوم الطفل كيف بتبلش معه حالة العند؟ لما هو بيطلب شغلة وبينقال له لا، لا هو بيعرف ليش انقال له لا، ولا بتتوضح له الأسباب، هو بس انقال له لا وانتهى الكلام. يعني ما نقول لا دغري ابدا، انا بدي اقول لك لا وبدي اقول لك ليش لا، هي اهم شغله. اليوم انا كل طفل بده يطلب مني هذا الطلب انا لازم اني انا اقول له ليش لا، مشان تتكون عنده هاي الافكار. اليوم ضروري كثير اشراك الطفل
إشراك الطفل بكثير مهام من البيت ليبلش يتحمل المسؤولية وليبلش يطلع. اليوم بكثير تفاصيل بعمر بالأطفال، صدقوني من عمر 3 سنين أو عمر 2.5 بتبلش تكلفه للطفل بمهام صغيرة، من مقات الطعام إنه خلصنا نحن الأكل، أوكي شيل هاي وديها أعطيها لماما وصل على المطبخ، شيل هاي حطها هنيك على هاي الطاولة، ببلش من ترتيب من 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 الجنينة، من سقاية الشجر، من يعني خليه يطلع على مجموعة من 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 المهام. كتير مهم المهام اللي لازم تكون مكلة له، لازم تكون هي على قدر الاستيعاب له. يعني اليوم أنا على سبيل المثال لما انا بطلب منك انك انت تساوي هاي المهمه شو ما كانت تكون، هاي المهمه صعبه عليه، هذا سبب من المسببات اللي راح تخليه عند ما انا ماني قادر اعملها، انا عن جد ماني قادر اعملها. يعني انت اليوم لما عم تطلب مني شغله انا ماني قادر اعملها، انا لا استيعابي هو بيتحمل كطفل ولا قدرتي اني تخليني. فانا اليوم هاي المهمات هي نفسها انا فيني جزئ له اياها على مجموعه على مهمات صغيره قادر اني انا انجزها، فانا حاله طبيعيه راح يكون في حاله موجوده، هاي الحاله راح تبني له ثقه. بدنا كمان ما كثير ننتبه لموضوع العناد على انه كثير سلبي، لانه في بعض العناد هو بعض العناد فيه عناد ايجابي، لانه طفل في بعض المهمات الصعبه لما بيعند يساويها هي بتعلمه على انه هو ما يستسلم، فكمان الاهل لازم ينتبهوا لهذا الموضوع، مو كل عناد هو سلبي. نحن عن جد لازم كمان ننتبه على الجوانب الايجابيه للعناد، او بالاحرى حتى اذا كان في عناد ننقله من العناد الايجابي للعناد السلبي. لما انا بعطيه مهمه بتكون هاي المهمه اعلى من مستوى بقليل، عرفت علي شلون؟ هاي ممكن العناد اللي هو موجود عنده ممكن يفيده لانه هو يصر يحفزه انه هو ينجز هاي المهمه. فكثير اليوم الاهل لازم يكونوا حريصين ودقيقين بالتعامل على مع مساله العناد. اضافه الى ذلك فقره كثير مهمه، الطفل لما بيعند لازم قدر المستطاع نحن خلص لما بيعند نحن نتجاهل هذا العناد لما هو ما بيرد علينا نهائيا، ما نحاول قدر المستطاع انه نحن نرد عليه فيما لو كان هذا الـ هذا الـ هذا النشاط مؤذي. واذا كان هذا النشاط ايجابي كويس بده يكون فيه شروط، يعني انا بعمل لك اياه بده يكون في عندك مهمات بدك تنفذها، ان كانت دراسيه ولا ان كانت منزليه ولا ان كانت يعني شو ما كانت، انك انت فيما حقق لك اياها بدك يكون في 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 في, في بمقابل عليها مهمات. طيب خلينا كمان نعرف منك استاذ سبب هذا العناد الكبير ممكن يزداد مع الوقت، خلينا نحكي عن العناد السلبي هلا، السبب الاساسي ممكن يكون غير انه ممكن يكون عم يعاني الطفل من اضطرابات نفسيه خلقانه معه، ولا هي تتكون معه، ولا السبب بيظهر فجأة، ولا بيكون موجود؟ الاثنين. في عنا عناد بيجي منذ ولادة الطفل وفي عنا عناد مكتسب. العناد اللي بيجي منذ ولادة الطفل ممكن يكون فيه له أسباب وراثية للأمانة، وفي عنا العناد المكتسب هو اللي بيصير من عند من المواقف اللي حكينا فيها اللي هي بتكون أسبابها هي الأهل. هلأ اني اقول لك انه نحن اذا اهملنا موضوع العناد، يعني في كثير يوم اهالي بناء على الموبايل بناء على هذا غرض عطيه، انت هون عم تحكم على هذا الطفل يستمر بموضوع العناد لعمر العشرين سنه. يعني في ناس بيقول لك انه خلص هذا بعد عمر 5 سنين هذا خلص بيروح، لا هذا الحكي غير دقيق كليا، بالعكس اهمال موضوع العناد عند الاطفال هو موضوع كثير خطير جدا، لانه هو بيستمر معهم لعمر العشرين سنه. فلذلك لا لازم ما تهمله نهائيا وتتعامل معه، ما بدي اقول لك بحزم، بدي اقول لك بانضباط، ما تهمله نهائيا، لانه في كثير اهالي اليوم كرمال تخلص من نق اولادها اعطيه الموبايل، افتح له الشاشه، اعطيه اللعبه، خلص روح اعمل اللي بدك اياه، هذا لانه خلص هو يعني هو تبلورت بافكاره بذهنيته بشخصيته انه خلص انا كل شيء بدي اياه متاح. هذا الكلام رح ينتقل معه لوين؟ رح ينتقل معه على الروضة، رح ينتقل معه على المدرسة. فأنت هاي الحالة رح تصير بشكل دوري، هو عناده انتقل من المنزل لأساتذته بالمدرسة، لأنه هو معود شو ما يطلب يتلبى، رح يستمر معه من يعني رح يعمل له مشاكل كتير كبيرة بالمدرسة، رح تستمر معه حتى لعمر 20 سنة. فكتير غلط هذا الكلام انه نحن نهمل موضوع العناد، لازم مباشرة قلت لك هي الحالة الطبيعية العامة تبعته من عمر 2.5 سنين لعمر 5 سنوات، لازم تتعامل معها بدقة، لازم تتعامل معها بانضباط، لا تكن صلبا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر، هي لازم تكون يعني حسب الموقف
وشو بيتطلب تعامل مع هذا الموضوع. أكيد يعني دائما بنقول الطفل هو هالشجرة الصغيرة اللي شوي شوي بنبلش نسقيها، شو بنسقيها وشو بنعطيها رح تكبر ورح تعطينا ثمار بالنهاية. صحيح. معلوماتك دائما مفيدة أستاذ محمود، شكرا لك لكل شيء بتقدم لنا. يعني شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك أستاذ محمود، وأكيد نتمنى من الأهل ليكونوا استفادوا من كل هاي النصائح القيمة ويعرفوا يتعاملوا مع هذا الكائن الحساس والعنيد. أكيد. أهلا وسهلا. أما هلأ سلمى رح ننتقل بجولة ضمن المحافظات السورية، ومن الأنشطة رح نبدأها من العرض المسرحي الغرباء الذي أقيم على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية بمشاركة طلاب من أعمار مختلفة، وقدموا خلاله العديد من اللوحات الفنية، والتفاصيل أكيد بتقرير مراسلتنا علا ناصر. وسط حضور رسمي وشعبي، المسرح المدرسي يحضر هنا على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية عبر عرض مسرحي بعنوان الغرباء. نعم، داعم ورافد للطلبة ولمناهجنا بشكل مباشر، يعني هناك خيط خفي ما بين المنهاج وما بين الأنشطة التي تقوم بها وزارة التربية. طبعا مأخوذة عن مسرحية الغرباء لعقلة عرسان، وإن شاء الله يكون عرض جميل ويلاقي إعجاب الآخرين. صراحة المسرح المدرسي أثبت حضوره وأثبت أنه هو قادر أنه يعتني بمواهب الأطفال والأولاد، لذلك دعم كبير يعني من قبل أهالي من قبل الطلاب، واثقين ثقة كاملة بالتربية وبموضوع المسرح المدرسي، وأهلا وسهلا فيه. أنا بشكرهم هلأ من هيدا الموقع لأنه هن كتير تعذبوا معنا بالبروفات الطويلة والأوقات الطويلة، وحتى كمان كانوا مساعدين ومساندين لنا بكل الأوقات نحن عم نشتغل فيها معهم. بيحكي هيدا العرض عن القضية الفلسطينية، وبيحكي عن الوضع نحن هلأ، عن الأزمة اللي عم نعيشها تماماً. كمان طلاب بأعمار مختلفة تبدع في تقديم لوحات فنية متنوعة. احنا حالياً مشاركين بكورال الشرقي وبآلات نفخية تابعة للمسرح وللمعهد. الأطفال عندي بدين يشاركوا بالكورال وبالآلات النفخية، وفي آلات شرقية كمان، عود وقانون. أحيانا الرقصة الشعبية بتعطينا لوحة من الواقع، وأنا هلا عم أقدم لوحة من الواقع. الحفلة صراحة متنوعة، فيها مسرحية الغرباء اللي أخذت صدى كتير جميل من قبل ما تنطلق حتى. بهدف تطوير الأنشطة التفاعلية ودعم المسرح المدرسي من خلال عروض فنية متنوعة يشارك بها الطلاب من مختلف الأعمار. رح نبقى بمحافظة اللاذقية ونروح لنشاط علمي أو يوم علمي أقيم بجامعة طبعا الشام الخاصة لكلية طب الأسنان عن زراعة الأسنان وغيرها. من التفاصيل رح نتعرف عليها بتقرير مراسلنا مصطفى خضور. يوم علمي عبر المؤتمر العلمي الخاص بكل ما هو جديد في مجال زراعة الأسنان تقيمه كلية طب الأسنان في جامعة الشام الخاصة فرع اللاذقية. اليوم العلمي اليوم عن زراعة الأسنان، بتعرفي حضرتك زراعة الأسنان هو موضوع مهم جدا ومتطور وسريع التطور، كل فترة في جديد، فنحن من حرصنا على طلابنا فأدخلنا هذا الموضوع في صلب العملية التدريسية والبحثية للطلاب. موضوع علمي مهم في موضوع زراعة الأسنان، هذا العلم الذي عرف تقدما هائلا خلال السنوات القليلة الماضية، فكان لابد من متابعة هذه العلوم والاطلاع طلابنا خاصة الذين هم مقدمون على ممارسة المهنة على هذا الاختصاص وآخر ما توصل إلى العلم ضمن هذا الاختصاص. محاضرات علمية وتعريفية يقدمها عدد من الكوادر الطبية. المحاضرة اللي قدمتها اليوم كانت عن سلامة النسج حول السنية اللي هي أساس نجاح كل المعالجات الفموية الجراحية اللي هي جزء من الجراحة الفموية. يعني حقيقة مثل ما بتعرفوا حضرتكم اليوم الهيوج أو خليني أقول التنوع الهائل والركد العلمي عم يخلينا نحط حالنا بمحل يعني مثل حالة إسعافية لمتابعة كل ما هو جديد. من هالمنطلق بتجي مثل هالنشاطات العلمية لحتى نتناقش مع الطلبة تبعنا بما هو جديد فيما يتعلق على الأقل باختصاصنا اللي هو زرع العظم والأسنان. المؤتمر فرصة لمناقشة الأبحاث العلمية وآخر ما توصل إليه العلم في مجال زراعة الأسنان وتبادل المعلومات والخبرات.
ومكملين صباحنا معكم مشاهدينا، ورح ننتقل لفقرة خاصة شوية بالسيدات. ممكن كلنا نروح للقصص الجمالية ونعتني ببشرتنا إن كانوا شباب أو حتى صبايا، ولكن مع تقدم بالسن معروف إنه المرأة ممكن يبين علامات الشيخوخة قبل الرجل، لهيك ممكن تلجأ لعمليات التجميل وبالأخص هي شد الوجه والبشرة. شو رأيك يا سلمان؟ والله يا عفاف أنا كتير بسمع عن هذا الموضوع أنه هو صار موضوع رائج حالياً. تمام. للأسف ما عاد مرتبط بالعمر، يعني سابقاً كنا نسمع عن عمليات التجميل وخصوصاً بما يخص السيدات وخطوط البشرة وما إلى ذلك وشد البشرة عند أعمار كبيرة بالعمر، لكن حالياً صرنا نشوف من الشباب لا عمر كبير عم ببلشوا بهي العمليات. خطورة هذا الشيء ايمت هو صح؟ شو هو السن اللي لازم تبلش فيه السيدة تاخذ هاي الإجراءات؟ وهل كل الإجراءات اللي بتخص نضارة البشرة والحفاظ على عمرها هي إجراءات جراحية أم هناك خطوط أو خلينا نقول طرق بديلة؟ كل هاي الأسئلة والاستفسارات اللي بتخطر ببالي وببال كل السيدات والصبايا رح يجاوبنا عليها ضيفنا بالاستوديو. خلينا نرحب سوا مع دكتورنا مرهف بريك هنيدي، وهو دكتور أذن أنف حنجرة واختصاصي جراحة تجميلية. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا. صباح النور، كيفكم؟ صباح الجمال والإشراف. صباح الجمال. صباح الخير دكتور. خلينا هلأ هيك بالبداية نعرف نحن بأي عمر ممكن نلجأ للتجميل، لأنه هلأ عم نشوف أعمار كتير شابة وصغيرة بيقول لك هلأ أحسن من بعدين، هلأ قبل ما يظهر شيء، يعني على مبدأ درهم وقاية خير من قنطار علاج. ممكن يكون هذا الشيء صح ولا غلط وخصوصا بعمر صغير؟ هو اكيد صح، هي اول شيء. يعني هن وقت اخترعوا البوتوكس والفيلر اخترعوه للفئه العمريه اللي بين العشرين للخمسة واربعين او خمسين سنه. هو هذا الرينج الصح اللي نحن لازم ناخذ فيه هالطرق هذول اللي هن غير جراحيه. طبعا هو شيء وقائي، والمفروض نحن نبلش فيه بهالعمر كرمال نحن وقت نكبر نكبر بطريقه يعني شوي شبابيه ونأخر التجاعيد. فهو صح أكيد. أكيد. طيب دكتور، يعني حضرتك بلشت بالإجراءات الغير جراحية مثل ما قلت، مثل الفيلر والبوتوكس وما إلى ذلك، واليوم كل يوم عم يطلع شيء جديد بهذا المجال. يعني الناس، في بعض الناس بتخاف من العمل الجراحي لساتها بتقلق منه، وبنعرف إنه في بعض السلبيات اللي وصمت بعض العمليات التجميلية. خلينا نقول شو هي كمان الطرق غير الفيلر والبوتوكس اللي ممكن يبلش فيها كان الشاب او الصبيه بعمر صغير. هلا نحن بدنا نحكي انه اول شيء لحتى اشرح لكم انه يعني ما في غنى عن طريقه جراحيه ببعض الاماكن. وفي مرات نحن اذا نحن مبلشين بطريقه وقائيه اكيد ما في داعي للعمل الجراحي. هلا في كثير العلم عم بيتطور وفي كثير ابر حديثه عم تطلع، يعني في بوتوكس في فيلر، هدول نفسهم الفئات عم بيتطوروا، يعني عم بيطلع منهم اصناف وانواع جديده، يعني ضمن مصنف البوتوكس والفيلر. وفي خيوط غير جراحيه كمان، وفي ميزو، في درمابين، في كثير كثير ادوات. ما بدنا نروج نحن لاسامي تجاريه أكيد. ولكن بشكل عام هن هدول اللي نحن نقصدهم بطرق غير جراحيه. طيب دكتور، شو ممكن تكون العيوب يلي ممكن تتركها هي العمليات او هي الاجراءات على بشرتي؟ ممكن يكون في لها اثار جانبيه انه انا بعدين انزم، لانه دائما نسمع انه هذا الشخص عامل كذا بكره بشرته رح تترهل وتسلط فجاه بدون حتى ما يعرف. كثير حلو هذا السؤال، ولكن نحن عم نعملها كرمال بشرتنا ما تتعب. يعني هذا مفهوم خاطئ نحن عنا. يعني انا في كثير مرضى حتى بيجوا بيقولوا لي احنا ما بدنا نبلش بوتوكس فيلر، ما بدنا نصير شغله دويمه نحن على العمر صغير. هذا الشيء كثير غلط. يعني كل شيء امن وما له اي اثار جانبيه. هلا امن بحيث انه المريض ما بيتحسس عن الماده يعني فانه هو امن طبعا. نحن عم نعملهم كرمال نعطي الكولاجين للبشره ونشد البشره ونضلنا محافظين ناخر الشيخوخه التجاعيد، فهي ما لها تأثير على المدى البعيد سلبا، لها تأثير إيجابا أكيد، فنحن بننصح فيها أكيد. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي كمان. اليوم صار في مثل ما بيقولوا بالحياة في موضة، كمان للأسف بالتجميل صار في ترندات ما بنعرف شو الصح منه وشو الغلط. هلا حاليا عم نشوف على الانترنت مشهور كثير اوراق شد البشره، يعني عم يطلعوا هيك شيء رقاقه بيحطوها وبيبخوا بخاخ انه هي بتشد البشره لحالها غير الخيوط وما الى ذلك. شو هي المواد وهل هي فعلا صحيحه او لا؟ والله انا بصراحه مثلكم مرات بتفاجئ كثير شغلات على السوشيال ميديا، يعني اكيد مو كل شيء بنشوفه صح اكيد.
أنا بآمن بالكتب. شو درسونا وشو الأبحاث اللي عم تطلع سواء هون أو الأبحاث العالمية. غير هيك أنا كل شيء بشوفه يعني ببحث عنه، ما بدي أقول لك ما بصدقه. فهو ما في شيء من هذا الشيء أكيد بيطلع. الفكرة أنه التجميل صار فعلا هو ترند، ترند عند كل العالم للأسف، تجاري عند البعض صار للأسف، ولكن هو ترند عالمي يعني بكل البلاد. تمام، فشي طبيعي انه انت تشوفي مثلا اليوم السوشيال ميديا صارت ارقام وريتشات وهيك يعني، فانا لجيب ريتش بدي اعمل هيك شيء وفعلا بيضرب لك، وصلت لعنا وشفناه كلنا للفيديو. علما انه هو ما في شيء من هذا الشيء نهائيا. ما فيك انت طبقه حاططيها يعني، خلينا نسلم انه حاططيها انت هون وبتبخي عليها ما بعرف شو، بخ مي او شيء بتدوب. هي بتدوب وتشد الوش. اوكي يعني شلون يعني نحن عم نعمل عمليات جراحيه وعم نحط كذا خيط وخيوط وبناخذ شد مو مثل ما طلع هون بالفيديو ابدا يعني. فاكيد هيك اشياء بتكون خاطئه يعني. في كثير امور بتصير، تصغير الانف من دون جراحه، ملاقط وملعقه بتعملي هيك بيرفعوا الخدود. طبعا هذا الشيء كلياته ما انه صح. طبعا اكيد ما بننكر انه كمان الطب بيتطور ودائما في اجراءات حديثه انتم على علم ودرايه فيها، بس اليوم عمليه شد الوجه بالخيوط كثير كثير رائجه، ممكن كثير من الصبايا عم يلجؤوا لها بدون ما يكونوا بحاجه لها. فباي عمر، خلينا نضوي على هي النقطه، العمر الصح يلي ممكن تلجا له الصبيه وتشد وجهها بالخيوط؟ طيب خلينا نتفق على نقطتين. اول نقطه، عمليه شد الوجه بالخيوط هي ابدا ما انها جديده. هي صلى من التسعينات ويعني احنا وصلت لعنا تقريبا من شي 12 سنه. تمام، على الوطن العربي نعمل. عمليه مطروحه، ولكن الفكره اللي نحن بدنا نعرفها انه هي يعني بتفيدنا بالاعمار الصغيره وقت يكون الشد، وقت يكون الترهل جدا بسيط. يعني انا مثلا في مرضى بشوفهم كانوا هن بطور انه انا لا فيني اعمل لهم بوتوكس وفيلر ولا فيني فوتون العمليه، انه حرام ما عندها كثير مثلا حسب الحاله. اي بتكون هي مثلا ما عندها ترهل كبير لحتى فوتو انا على العمليه. فهون ممكن نستخدم الخيوط وبتعطي نتيجه جميله، بس بدك تعرفي تختاري المريضه الصح والعمر المناسب هي انه تكون صبيه. لانه يعني ما فينا نحن مثلا فوق ال 50 سنه نعمل شد وجه بالخيوط. تمام، لانه عندك الجلد فقد المرونه مع التقدم بالعمر. هون صار في بدنا نروح على الجراحه، يعني هي هي شد الوجه بالخيوط غير جراحيه، يعني بتنعمل بالعياده وموضعي وبسيطه جدا. يعني نحن اكثر شيء يعني المريض المثالي هو تكون صبيه شابه وما عندها ترهلات كثير، ويكون يعني في تجاعيد جدا بسيطه جدا لحتى ناخذ نتيجه جميله. اما غير هيك لا، لانه عم بيتروج لها انه هي بديل العمل الجراحي وانه هي بتعطينا 20 سنه. لا، هذا الحكي ما هو مزبوط ابدا. يعني نحن لازم ننبه المرضى على هذا الشيء. طيب دكتور مرهف، خلينا كمان نسأل عن عمليات شد الوجه اللي هي عمليات جراحية مثل الغراز القطب بسموهم. في البعض هلأ صار عم بيركز على هاي المنطقة بالذات اللي هي أكتر شيء منطقة بتهتم فيها السيدة، منطقة الجبين والعيون، واللي صار فيها عمليات متخصصة اليوم للأشفان، قص الأشفان وما إلى ذلك، عم بتغير شكل العين وتغير ملامحه. خلينا نحكي عن الشيء المضبوط بهذا المجال. هلا بصراحه في يعني شد الوجه الجراحي هو يا اما شد جلد فقط يا اما جلد وعضلات. تمام، يعني شلون بدك تشد الوجه؟ يا بدك تشد بس الجلد، يا بدك تشد الجلد واللي تحته طبقه العضلات. طبعا الافضل والاحسن والطريقه الصحيحه هو شد الجلد مع العضلات. تمام، ولكن يعني في يعني في اطباء تمام هنا بشدوا بس الجلد. اوكي، بقول لك بالعياده طبعا عمليات شد الوجه الجلد مع العضلات عمليات تستغرق بين الاربع لست ساعات، فهي عمليه كبرى نحن بنسميها. صحيح. تمام، وطبعا لها مخاطر يعني في حال ما كان الطبيب متمرس عليها. اوكي، فانا لهون عليكي بقول لك انا بعمل لك اياها بالعياده موضعي وغرستين هون وغرستين. هي قصه الغرستين اللي بيسالوني عنها ما بعرف ليش طالعه يعني هلا كثير موضه يعني. ترند. ايه هي ما في شيء، نحن ما درسنا شيء اسمه غرستين اساسا، يعني ما في هيك شيء. وانا شفت مرضى بصراحه يعني هن عاملين هي الغرستين وراجعين لعندي، يعني انا ما عملتها.
انا بصراحه ما يعني كان غير مرضي النتيجه. ليه؟ لانه انت هون شديتي بالجلد، العضله اذا كانت مترهله هي اقوى من الجلد. يعني خلينا نتخيل مثلا انه انت عندك عضله مرتخيه وانت عم تشدي الطبقه اللي فوقها، حتشد معك بس حتشد مثلا ممكن شهر شهرين ثلاثه، العضله اقوى من الجلد رح ترجع تسحبه. مشان هيك بتسمعي في عالم بيقولوا لك نحن عملنا العمليه بس بعد شهرين ثلاثه ما استفدنا، رجعنا مثل ما كان. فاذا الحل هو شد الجلد مع العضلات، وحتى شد العضلات له كثير طرق. يعني هلا احدث طريقه او احسن طريقه انه انت تطوي العضله، يعني هي مرتخيه انت بدك تشديها لفوق ترجعي تطويها مشان تأمني انه انت راحت مع المريضه 20 سنه مثلا. عرفت شو؟ تخيلي كل هذا احنا بنستخدم فوق تقريبا 10 خيوط، ونحن عم نحكي على خيط جراحي يعني هو بيجي كبير، هذا بتطبي فيه يعني كثير وهيك لحتى ناخذ نتيجه. فانا بس لوضح فكره انه تخيلي الخيوط الغير جراحيه اللي هي خيط واحد ابره بتفوت وبتطلع، تخيلي الفرق بين الشد. اكيد فاهم. طيب خلينا كمان ننتقل للطرق الاكثر فعاليه. اليوم كثير عم نشوف من الفنانات عم يرجعوا 20 سنه لورا من خلال الطب بيتطور، بتصير في اجراءات حديثه ومتطوره اكثر ففورا بيعملوها. شو هي هي التقنيات ممكن تكون، وكيف ممكن انه تضل لمدى بعيد وعن جد ترجع 20 سنه الشخص لورا؟ مزبوط هذا الكلام. هلا انا ما فيني اقول لك انه هن شو عاملين 100% لتعطيني اسم وبقول لك انا شو عاملين 100% ذهبي، بس يعني يعني حسب ما فهمت منك خلينا نقول مثلا فنانه كبيره بالعمر ورجعت هال 20 25 سنه، انا بقول لك قطعا انه هي عامله عمليات شد وجه جراحي وزائد بوتوكس وزائد فيلر وزائد ابر نضاره كلهم سوا. يعني ما في شيء واحد هي ما انا لمست سحر. يعني انا طول بحكي نحن يعني نحن مو سحره، تفوتي لعنا يعني بدك تتابعي معنا مثل ما نحن بنشتغل. تمام. هلا هن شوي بيكونوا يعني شلون بدي اقول لك، ما بدي اقول لك يعني مهتمين اكثر اكثر من غيرهم، فانا فعلا بتابعوا. يعني انا في منهم بيجي لعندي هي فعلا بتتابع، يعني بتقولي لها مثلا تعالي كل شهر شهر ونص خليني اشوفك، بتجي شوفك انا شوف شو شلون النتيجه. يعني مو انه ضروري شهر شهر ونص تاخذي ابره، بتجي هي وبيهتموا هن بيهتموا. بس بصراحه يعني بدنا نحكي هيك واقعيين، اليوم صارت يعني الكلفه الماديه بالمواد وبالعمل الجراحي بتخلي مثلا الانسان العادي الطبيعي يعني يعني اللي له الله يعني ما كثير بيقدر انه هو يتابع حالته بشكل 100% صحيح. هذا الفرق بين وقت نحن نشوف مثلا حدا صغر 20 25 سنه وبين حدا مثلا عمل هالعمليه وخلص ما بقى قفل ما بقى شفناه. طيب دكتور خلينا نحكي كمان، اليوم في كتير أشخاص بيلجأوا مثل ما قلنا للعمل الجراحي بعمر مبكر وبيبلشوا يشتغلوا بنفسهم بطريقة غلط. هي العملية مو غلط، ولكن لأنه هو تدخل بوقت معين ما كان بحاجة فيه لهذا العمل ممكن يصير عنده عيوب. بيقولوا لك هلأ ساويت هيك شو خليت لتكبر؟ تمام. يعني كثير بنسمع هاي الجمله انه انت من هلا بلشتي بهدول العمليات. نحن عم نحكي بس تصيري عمليات طبعا عمليات. أوكي. وليس اجراءات مثل أوكي. ما قلنا بوتوكس وفيلر. لا، عم تعمل عمل جراحي وهي لساتها صبيه عمرها 30 سنه مثلا، عم تعمل عمل جراحي لل 60 او لل 70 بينعمل. فخلينا كمان نحكي عن عيوب اجراء عمليات التجميل بشكل خاطئ. هلا والله بصراحه يعني الحق على مين هون؟ أكيد على المريض ولا على الطبيب؟ أنا بقول على الاثنين. هلا أنا أوكي، بس أنا بالنسبة لي أنا يعني أحكيها هيك بصراحة، طبعاً الطبيب هو المسؤول. طبعاً المريض هو بيجي عم بيحلم يعمل شكله مثل ما بده، مفروض نحن نوجهه ونقول له إنه مثلاً هلا ما فينا نساوي هيك، هلا فينا نساوي هيك، هيك بيلبق لك، هيك ما بيلبق لك. صحيح. هلا بكير. يعني انا مثلا كثير بتعرض مثلا بيجوا لعندي بدهم يعملوا دبل تشين يعني دقن المزدوجه. تمام. صبيه ما فيني اعمل لها جراحه، ما رح تستفيد. يعني حتى لو عملت لها جراحه ما رح تستفيد، ما عندها كثير ترهلات. تمام. هلا ممكن تروح لعند مكان ثاني يعمل لها، حتطلع من عنده هي ما انا ردانه لانه هي مو هيك ببالها انه رح تصير. تمام. فانا بفضل انه على طول ينحط المريض بموقف انه انا هل قد بقدر ساعدك،
انا كثير مرات بيجوا عندي مرضى بقول لهم انه هلا ما فينا نساوي شيء، بعد سنتين ثلاثه تعالي بيكون صار عندك بعمل لك مثل ما بدك. فهي هي الفكره بصراحه. اكيد بالختام بدنا نتمنى الصحه والسلامه والجمال كمان لكل الاشخاص. ما بدنا ننسى كمان انه الحاله النفسيه كثير لها دور كثير كبير طبعا. اكيد بدنا نشكر وجودك معنا دكتور. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك دكتور، كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها. هلا سلمى وصلنا لختام صباحنا، شكرا لك وبقيت نهار حلو كمان، بقيت نهار حلو لكم مشاهدينا. كنا معكم صباحنا غير وبفقرات متنوعه، ان شاء الله هيك تكونوا استفدتوا منا. كونوا بخير من هون لبكره، دائما ان كنتوا لحالكم او برفقه الاشخاص يلي بتحبوها. باي باي. أكيد شكرا لك يا عفاف، وأكيد شكر موصول لكل المشاهدين يلي رافقونا برحلتنا الصباحية لليوم. مثل العادة بكرة يوم الجمعة يوم عطلة، ورح تكونوا مع محطات خاصة من صباحنا غير طيلة هذا الأسبوع، وبنرجع بنلتقي بمحطات جديدة يوم السبت. لا تنسوا تراسلونا لأي معلومات بتهمكم وبتحبوا تكون ضمن صباحاتنا مع ضيوفنا الاختصاصيين، والأهم هو الابتسامة والمحبة. تكونوا مرافقة نهاركم، تضلوا بألف خير.